أساتذة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نتعلم إن شاء الله شلون إنه هنا لما يكون عندنا داخل الفقرة فقرات أو إشارة للفقر، إحنا عادة نكتبها كتابة يدوية، لكن هذا الشيء يزحمنا كل شيء هواية لما نريد نحذف واحد من الفقرات. يعني أنا هسه لما خليت كابشن لهذا الفقر اللي هو رقم 1، والفقر الثاني المجاور إليها مواتين رقم 2، خليت له كابشن. جيت هسه أريد أحذف هذا الفقر وأحذف الكابشن مالته، راح أضطر أعيد كل الترقيمات اللي بداخل الفقرات على طول الملف مالتي، فهذا الشيء آلية مزعجة، والوورد يقدر يوفر لنا هذا العناء. سرح أتراجع عن الحذف. أنا مبدئيا سويت كابشن لهذا الفقر من insert caption، اتعلمنا عليها بمحاضرة سابقة. الهيدنج اللي عندي دخلت للهيدنج اللي عندي حسب الشكل، هنا نضاف لي O0. ليش؟ لأنه أنا الهيدنج اللي مختارته للفصل الأول، العفو للفصل الرابع، الهيدنج هو هيدنج 2، فأني بالكابشن هنا خاف تصير عندكم هاي المشكلة، يعني العفو خاف تصير عندكم هاي المشكلة، يكتب O0، تروحون للنمبرينج تغيرون الهيدنج، تتأكدون هسه هو هيدنج 1 هو المفروض 2، فأنطي أوكي. ساعتها راح يظهر لي رقم الفصل مثل ما تشوفون هنا، صارت 4-1-4-2. هسه أنا راح أتراجع لأنه إذني ما أحتاجهن ومسويتها سابقا، فهذه رجعت 4-1-4-2. هسه أنا بدال هالمكان الأحمر هذا محتاجة أضيف الفيجر الأول وشنو وأنزله، يعني بشكل أوتوماتيكي على مود ينحذ، على مود يتغير بكل الرسالة. فهذه الحمراء أنا كاتبتها يدويا، راح أحذفها. أروح إلى insert أو العفو reference، بس هي تتأخر شوية لأنه أنا مسوية connection ويا برنامج مندلي فيثقل شوية. أروح الهاي الكروس ريفرنس، أنا إيش أريد أضيف؟ أريد أضيف فيجر. هنا أنا عندي فيجر بليت تيبل، أنا أريد أضيف فيجر، فأحدد فيجر. من هنا أحدد هذا الأوبشن الثاني only label add number، يعني مو تكتب لي الاسم مال الفيجر كله، أريد بس الليبل. طيب يا فيجر أريد أضيفه هنا فيجر 1 اللي هو هذا، فهنا أنا بقيت يعني محددة فيجر 1 insert. نزلت لي هنا فيجر 1، أسد القوس، العفو، أسد القوس، and محتاجة أضيف بعد فيجر 4-2 هنا، فراح أروح على الكروس ريفرنس نفس الآلية، فيجر only label and number، أحدد الفيجر الثاني، أنطي insert، نزل لي، أسد القوس. طبعا هاني سويتها حمراء على مود الفيديو، يعني سويت الخط احمر على مود الفيديو، انتو اثناء الكتابة هاي تسووها مباشرة. طيب هسه اني نزلت الفيجر الرابع الاول والرابع الثاني، واظل هيك شي بكل فقرة لما اريد يعني انزل فيجر ما اكتبها هنا كتابة، مثل هسه هاي فيجر 3-4 ما اكتبها كتابة، وانما أضيفها إضافة من الرفرنس كروس الثالث والرابع insert والرابع أوكي. فهس بس أعدل الكتابة figure 3 وأسد القوس and figure 4 وأسد القوس. بهاي الآلية هسه إذا بعدين ارتئيت إنه مثلا أشيل هذا الفيجر اللي هو 4-2 راح أحذفه وأحذف الكابشن مالته، هسه إيش أسوي؟ بالحاسبة يعني بالكيبورد تضغطون الزر مال كنترول أي، تضغطون سوا كنترول أي، حدد كل المستند، كليك أيمن على الكابشن أبديت فيلد. شوفوا هسه ذني الأرقام هنا 3-4-3-4-4 هذني هسه المفروض يتغيرن إلى 2-3 لأنه حذفنا واحد منهن، فهسه تغيرن إلى 2-3 باعتبار أكو فيجر انحذف.
هاي العملية هواية تسهل إلكم. شوفوا هنا طلعت لي هاي العبارة، الرفرنس ما موجود، ليش؟ لأن احنا حذفناه، فتجي هاي تحذفها أنت منه، وباقي المستند كله تغيرت أرقامه بشكل أوتوماتيكي. احنا دائما نحذف ونحذف قامة أشكال ونستبدل ونضيف أشكال إضافية، فهاي العملية كلش هواية تصرف لنا بالوقت والجهد. أتمنى يكون الفيديو نافع بالنسبة لكم، وشكرا جزيلا على حسن الاستماع، وبالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.